زد أهلية، نشوف مع بعض كده مع التمارين. كراسة المعاصر يساوي نقطة. احنا عندنا في المثلث زاوية ألف 75 درجة، بيقول لي إن جا ب بتساوي جتا ألف، عايزين نجيب قياس زاوية ب. طالما زاوية ألف وزاوية ب الجا الأولى بتساوي جا التانية، يعني جا زاوية ألف أو جتا زاوية ألف بيساوي جا زاوية ب، معنى كده إن زاوية ب وزاوية ألف مجموعهم 90 درجة. تمام، يبقى جيب زاوية بيساوي جيب تمام زاوية تانية، يعني الزاويتين متتامتين مجموعهم 90 درجة. أقدر أجيب زاوية ب أقول له 90 ناقص 75 تديني 15 درجة، يبقى الزاوية اللي عندي قياسها يساوي 15 درجة، اللي هو قياس زاوية ب. دي ملحوظة مهمة جدا بالنسبة للزوايا المتتامة، جيب الزاوية الأولى بيساوي جيب تمام الزاوية التانية. تمام، طالما زي بعض يبقى الاتنين مجموعهم 90، يعني أقول له 75 زائد كام 90، يبقى 15، يبقى الإجابة رقم ج. السؤال اللي بعده رقم 2 بيقول لي إذا كان المثلث أ ب ج متساوي الساقين وقائم الزاوية في ج. مثلث متساوي الساقين وقائم الزاوية في ج، طالما متساوي الساقين وقائم الزاوية في ج يعني زاوية القاعدة عندنا هيبقى قياس كل واحدة فيهم ب 45 درجة، لأنه متساوي الساقين يعني زاوية القاعدة زي بعض. زاوية الرأس 90 وزاوية القاعدة قلت 90 ناقص 180 ناقص 90 على الاتنين، يبقى 90 على الاتنين في 45، يبقى كل زاوية من زوايا القاعدة عندنا ب 45، وبالتالي ظل الزاوية ظا 45 لو عايزها هيساوي 1، يبقى ظل الزاوية بيساوي 1، يبقى الإجابة بتاعتنا 1 اللي هي ظا 1000، يبقى الإجابة رقم ج. شوف السؤال اللي بعده رقم 3، إذا كان أ ب عمودي على ج د وميل أ ب بيساوي صفر، فإن ميل ج د بيساوي نقطة. طالما أ ب عمودي على ج د هنستنتج إن ميل أ ب في ميل ج د بيساوي -1، يعني حاصل ضرب الميلين -1. لاحظ إن الميل الأول هيساوي مقلوب الميل التاني مع تغيير الإشارة. لاحظ الميل التاني بقى عشان تجيبه لما نقلب الصفر هيبقى 1/0 كمية غير معينة أو كمية غير معرفة، يعني ميل الجيم دال هقول له غير معرف لأنه هيوازي في الحالة دي محور الصادات. ولاحظ كمان إن ميل ألف ب طالما بيساوي صفر يعني المستقيم بيوازي محور السينات، يعني أنت عندك المستقيم ألف ب بيوازي محور السينات، والمستقيم التاني جيم دال عمودي عليه، فطالما ده بيوازي محور السينات وجيم دال عمودي عليه يعني جيم دال هيوازي محور الصادات، يبقى غير معرف. تمام، يبقى قدامك طريقين، يا اما تبقى عارف انت عشان تجيب ميل التاني تقلب الكسر وتغير اشارة، فلما نيجي نقلب الصفر يبقى 1/0 كمية غير معينة، وتبقى عارف برضو ان ميل الف ب بصفر يعني يوازي محور السينات، وميل المستقيم العمود عليه هيوازي محور الصادات يعني يكون غير معرف. السؤال اللي بعده رقم ب بيقول لي في الشكل المقابل ج منتصف القطعة أ ب حيث ج إحداثيها 4 و3، أوجد نقطتي أ وباء ثم أوجد مساحة المثلث أ واو باء. إحنا عندنا نقطة ج في المنتصف بين أ وباء، نقطة أ هنسميها س0 لأن المستقيم بيقطع محور السينات عند نقطة أ، فبالتالي يكون إحداثيها س0، وكمان نقطة باء هيكون إحداثيها 0 وص، لأنه بيقطع محور الصادات. نقدر نطبق قاعدة المنتصف على نقطة 4 و3، يعني 4 و3 بيساوي س زائد 0/2، ونعمل فصل جنبها هناخد 0 زائد ص/2 ونطلع الإحداث السيني ونطلع الإحداث الصادي. هنلاحظ إن نقطة س اللي هي أ هتبقى ب 8 و0، ونقطة ب هتبقى 0 و6، يبقى فكرة الحل هنحلها بقانون المنتصف. بعد كده عشان أجيب مساحة المثلث أ واو ب هلاحظ إن طول القطعة أ واو هيبقى ب 8 سنتيمتر، وواو ب طوله ب 6 سنتيمتر، نقدر نجيب المساحة نص القاعدة في الارتفاع، يعني نص في 8 في 6، نص في 8 في 4، 4 في 6 ب 24، 1 مربع. نشوف كده الحل 20، إذن س بتساوي 20 درجة. السؤال اللي بعده طول نصف قطر الدائرة التي مركزها 0 و0 وتمر بالنقطة 3 و4. نص القطر طبعا عبارة عن قطعة مستقيمة بتصل بين المركز وأي نقطة على الدائرة، فلما أجيب البعد بالنقطة 0 و0 و3 و4 هو ده عبارة عن نص القطر.
يبقى ناق بيساوي الجذر التربيعي مربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات. يعني نفتح يعني نعمل جذر كبير ونقول 0 ناقص 3 تربيع زائد 4 ناقص 0 تربيع هيديني جذر التربيع 25 بيساوي 5 وحدة طول بدون استخدام الآلة الحاسبة. اوجد قيمة س التي تحقق أن 2 جا س بيساوي ظا تربيع 60 ناقص 2 ظا 45. طيب احنا عارفين ان ظا 60 بجذر 3 وظا 45 بواحد، يبقى هنعوض في الطرف الأيسر مكان ظا 60 بجذر 3 تربيعها 3 وعندك ظا 45 بواحد، فيبقى الناتج الأيسر لما نحسبه هيبقى عندك 3 ناقص 2 بواحد، يعني 2 جا س بيساوي 1. هنقسم على الاتنين يعني جا س هتساوي نص، بعد كده بنقول شيفت ساين نص يدينا 30 درجة اللي هي السين اللي هو عايزها. يبقى قياس زاوية س هتساوي 30 درجة. دي معادلة الخط المستقيم بدلالة الأجزاء المقطوعة اسمها س على أ زائد ص على ب بيساوي 1، دي بنحفظها. مقابل على وتر مجابة 5 على 13، وتعوض في المقدار يبقى 12 في 5 على 13 في 13 ناقص 5 على 13 في 12 على 13، عندك جابة زي ما احنا قلنا 5 على 13 وجا 1012 على 13. نعوض بقى في النسبة بتاعتنا ونضرب بسط في بسط ومقام في مقام، وبالتالي الناتج هيكون البسط 12 في 5 ب60، 60 على 169، وهنا 60 على 169، هيطرحوا من بعض يدينا 0. رجع تاني كده النواتج، جتا ألف اللي هي 5 على 13 وجتا باء 12 على 13 هما متبدلين، وهنا جا ألف 12 على 13 اهي، وهنا جاب يا ولاد ب5 على 13، يبقى الناتج 60 على 169، وهنا 60 على 169 نطرحهم من بعض ادينا 0، يبقى الناتج بصفر. الف دال اللي انت جبتها تبدأ تكتبها في الأول وتفرض النقطة الدال دي احداثيها س وصاد. انت جبت نقطة ميم خلاص في الأول حطها، يبقى احنا دايما بنبدأ في المنتصف، بنحطها في النقطة اللي في النص بنحطها في الأول عشان نطبق القاعدة. نقطة ميم دي منتصف باء دال، يبقى نقطة باء كان إحداثيها 4 وسالب 5، ونقطة دال إحداثيها س وصاد، فتقول له هنا 4 زائد س على 2 وسالب 5 زائد ص على 2، ترجع تساوي المسقط الأول مع الأول والمسقط التاني مع التاني. المسقط الأول اللي هو 3 على 2 هيساوي 4 زائد ص على 2، هنشيل الاتنين مع الاتنين فيتبقى 3 بتساوي 4 زائد س، يعني الس هتطلع بكام؟ سالب 1. نفس الكلام هنا، سالب نص هساويه بسالب 5 زائد ص على 2، هنا الاتنين هتروح مع الاتنين تختصر، يبقى عندي 1 هنا في البسط سالب 1، شايفينها سالب 1 هتساويها بسالب 5 زائد ص، يعني تفرض الطرفين موجب 5 هتبقى ص بتساوي 5 ناقص 1 ب4.
فبالتالي نقطة دال اللي احنا عايزينها هيكون إحداثيها سالب 1 و4. فكرة الحل اللي هي خاصية من خواص متوازي الأضلاع إن القطران ينصف كل منهما الآخر. قلنا إن ميم منتصف القطر ألف جيم، جبنا المنتصف بين ألف وجيم من قانون المنتصف اللي هي مجموع السينات على 2 ومجموع الصادات على 2، طلعت نقطة ميم ب3 على 2 وسالب نص. رجعنا خدنا نقطة المنتصف بدأنا بيها احنا عارفينها ميم منتصف به دال، خدنا الميم اللي هي 3 على 2 وسالب نص، وطبقنا القاعدة بين ب ودال لأن ميم منتصف ب ودال، فرضنا إن الدال إحداثيها س وص، دال دي فرضناها س وص كده، وإحنا عندنا نقطة ب موجودة في التمرين، كان نقطة ب إحداثيها شباب بكام؟ بأربعة وسالب خمسة، هو جايبها لي في المسألة بأربعة وسالب خمسة، 4 وسالب 5. وبالتالي قدرنا ان احنا نطبق القاعدة، جمعنا السينات على 2 والصادات على 2 وحلينا المسألة وطلعنا نقطة س وص بمعلومية نقطة ميم اللي هي في المنتصف. وبالتالي نقطة د بقت سالب 1 و4، مثلا زاوية 30 هنا وهنا زاوية 60، وتقول له والله ال30 قبالها 1 والوتر ب2 لان جه 30 بنص، وهنا الضلع اللي هنا جذر 3. المثلث ده تبقى حافظه وتحل بالمسائل من النوع ده. هقول لك هنا 2 جه 30، تقول له والله الطرف الايمن، تقسم الكراسه كده او يعني ايه تشتغل، تجيب الايمن لوحده وبعدين الايسر لوحده، تقول ايمن 2 في جه 30، جه 30 بنص، يعني تقول له 2 في نص، هتعوض يعني مكان جه 30 بنص. احنا عارفين ان الجه عباره عن مقابل على وتر، ال30 اهي المقابل ب1 الوتر ب2. بعد كده بتكمل الكتابه عادي، تقول له زائد 4 مضروبة في جتا 60، الـ60 اهي يا شباب الجتا مجاور على وتر يبقى نص، فيبقى الناتج هنا 2 على 2 في الواحد زائد 4 على 2 في الاتنين، هنجمع العددين مع بعض يبقى الطرف الأيمن طلع ب3، 1 زائد 2 ب3. نجيب بعد كده الطرف الأيسر اللي هو ذا تربيع 60، ذا 60 مقابل على مجاور يعني جذر 3 على 1 في جذر 3، يعني الأيسر بجذر 3 تربيع، هنا هنربع جذر 3 تبقى تربعها ب3، وبالتالي لاحظنا إن الطرف الأيمن بيساوي الطرف الأيسر يطلعوا ب3. فهمنا المسألة؟ يبقى من النوع ده تحفظ المثلث 30 60 ده وتحل من خلاله أي مسألة تجيلك، وتبقى عارف إن الجا مقابل على وتر والجتا مجاور على وتر والظا مقابل على مجاور. عندنا في مثلث تاني برضو اللي هو المثلث المتساوي الساقين القائم الزاوية، تبقى حافظه برضو، عندك كل زاوية ب45 برضو هكتبه لكم عشان لو جالك مسألة فيها 45، هنا الزاوية 45 اهي، هنا الضلع 1 وهنا 1 وهنا الوتر بيكون جذر 2، وطبعا الزاوية التانية بتبقى 45 برضو، يعني هنا 45 اهي، هنا الزاوية اللي تحت ب45 لأن الساقين متساويين في زاوية القاعدة متساويتين، كل زاوية ب45 درجة. تمام. طيب نشوف السؤال اللي بعده، بيقول لي اثبت أن النقط ألف وباء وجيم 3 نقط ليست على استقامة واحدة. عشان تثبت أن النقط ليست على استقامة واحدة قدامك طريقين، يا إما طريق الميل تثبت أن ميل ألف ب لا يساوي ميل ب ج حيث الباء نقطة مشتركة بينهم، يعني ألف باء وباء جيم ليس على استقامة واحدة مع أن الباء مشتركة بينهم، فلازم طالما ألف باء وباء جيم الاتنين فيهم نقطة مشتركة يبقى الاتنين على نفس الاستقامة، يعني ميل الأول زي ميل التاني فالاتنين على استقامة واحدة. لكن لو ميل ألف ب لا يساوي ميل ب ج معناها إن النقط ليست على استقامة واحدة، لكن لو بيساوي بعض يبقوا على استقامة واحدة. تمام. طب في طريق تاني اللي هو البعد، ممكن تجيب ألف باء طول ألف باء عن طريق قانون البعد وتجيب باء ج وتجيب الألف ج وتثبت إن أكبر قطعة بتساوي مجموع الضلعين الصغيرين، إذن ميل الأول لا يساوي ميل التاني لا يساوي ميل التالت، إذن النقط الثلاثة لا تقع على استقامة واحدة. تمام. يبقى شرط يقع على استقامة واحدة يا إما تشتغل بقانون الميل أو قانون البعد. قانون البعد هيجيب ألف باء وباء جيم وجيم ألف وتثبت إن القطعة الكبيرة بتساوي مجموع القطعتين الصغيرين، بتساوي سالب نص في 3 اللي هي سالب 3 على 2 زائد جيم، سالب 3 على 2 زائد جيم، لأن هنضرب نص في 3 بسالب 3 على 2. تمام. زائد ج،
بعد كده بنودي العدد اللي هو سالب 3 على 2 بعكس الإشارة، تبقى ج بتساوي 3 زائد 3 على 2، 3 زائد 3 على 2، نقدر نطلع ج في صورة كسر، نوحد مقاماتنا، خد المقام 2 وقول له 2 في 3 ب6، 6 زائد 3 ب9، يعني ج هتساوي 9 على 2. وبالتالي المعادلة المطلوبة ص هتساوي سالب نص س زائد ج اللي احنا طلعناها اللي هي زائد 9 على 2. تمام يا شباب؟ ممكن تبسطها اكتر ان انت تاخد سالب نص عامل مشترك، يعني للتبسيط برضو اكتر هتكتب ص بتساوي، هتاخد يا شباب هتاخدوا زي ما احنا قلنا، ناخد سالب نص عامل مشترك ماشي، يعني نقول له ص بتساوي، دي ابسط صورة بقى، يعني نموذج الاجابة بيجي كده ابسط صورة، لو في كسر للمعامل للسين هنا بالسالب بياخده بره، هيبقى سالب نص، هيتبقى من عندك س هنا ناقص 9، دي ابسط صورة، يا ريت تكتبوها في ابسط صورة كده عشان الاجابة تبقى نموذجية ماشي، يعني ما تقفش هنا، لا خد سالب نص بره عامل مشترك. تمام، يبقى فكرة الحل هنا المستقيم كان بيمر بالمنتصف، منتصف القطعة اللي هي ألف باء، فرضنا إن ده منتصف القطعة ألف باء، وقلنا احتسيها هيطلع بتلاتة وتلاتة اللي هي مجموع السينات على 2 ومجموع الصادات على 2، وعندنا المستقيم بيمر بالنقطة يعني بيتحقق معادلته. تمام، نقطة ألف وباء همت 1 2 1 و4 و5، جبنا المنتصف بينهم طلعت 3 و3، وبعدين جبنا الميل، ميل المستقيم ألف باء فرق الصادات على فرق السينات طلع ب2، لاحظنا ان المستقيم اللي عايزين نجيب معادلته عمودي على المستقيم ألف باء، يعني بعد ما بنجيب الميل بهنا ب2 هنقلب الكسر من غير إشارة، ليه؟ لأن هما متعامدين، طالما متعامدين يعني ميل الأول في ميل التاني بسالب 1، يعني لما تجيب الميل اقلبه غير الإشارة، وبالتالي المعادلة ص بتساوي ميم س زائد ج، هتشيل الميل وتكتب مكانها سالب نص. بعد كده عشان تجيب ج تاخد النقطة اللي المستقيم بيمر بيها اللي هي 2 3 و3 وتعوض بيها في المعادلة، فتعوض مكان الص ب3 والس ب3، فتبقى 3 بتساوي سالب 3 على 2 زائد ج، يعني ج بتساوي 3 زائد 3 على 2، 3 زائد 1.5 اللي هي 4.5، يعني 9 على 2، فالج تبقى قيمتها ب9 على 2. ترجع بقى تعوض في المعادلة بتاعتك، ص بتساوي سالب نص س زائد الج بتاعتك اللي هي 9 على 2. بعد كده بتاخد سالب نص عامل مشترك من الحدين، الأول هيتبقى س والتاني هيتبقى منه سالب 9. تمام كده نكون خلصنا امتحان محافظة الآلية، تابعونا يا شباب إن شاء الله استمرار نخلص